السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا درس جديد في مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي بعنوان العلاقة بين الجمع والطرح. في هذا اليوم سوف نتعلم الطرح باستعمال حقائق الجمع. هيا بنا نستعمل حقائق الجمع لإيجاد ناتج الطرح. لدي الآن هذه العملية، سوف أقوم بتمثيلها من خلال المكعبات. العملية هي 5+4. لدي هنا النموذج باللون الأحمر ويمثل العدد 5، والنموذج الآخر باللون الأزرق ويمثل العدد 4. 5+4 كم يساوي يا ترى؟ هيا بنا نجمع معا. هنا 5 6 7 8 9. أحسنتم. إذن 5+4 يساوي 9. رائع. لدي الآن 9. 9+5 كم يساوي يا ترى؟ سوف أقوم بإزالة 5. طرحت 5 من 9، فما هو الناتج؟ أحسنتم، 4. إذن 9+5 يساوي 4. أحسنتم. مرة أخرى، لدي الآن 9. 9+4 كم يساوي يا ترى؟ سوف أقوم بإزالة 4. كم المتبقي؟ من يخبرني كم؟ أحسنتم، 5. رائع. إذن 9+4 يساوي 5. إذن الحقائق المترابطة تضم الأعداد نفسها، أي 5+4 يساوي 9، و9+5 يساوي 4. 9+4 يساوي كم؟ 5. والآن أجد ناتج الطرح مستعينا بحقائق الجمع ومستعملا المكعبات. لدي الآن هذا النموذج باللون الأصفر واللون الأخضر. اللون الأصفر يمثل العدد 5، واللون الأخضر يمثل العدد 7. 7+5 كم يساوي يا ترى؟ 7+5. هيا بنا نجمع معا. هيا بنا نبدأ من العدد الأكبر، وهو أي عدد؟ 7. أحسنتم، هنا 7+8+9+10+11+12. أحسنتم. إذن 7+5 يساوي 12. أحسنتم. والآن لدي هنا 12 مكعب، إذ قمت بإزالة 7 مكعبات. كم يساوي 12+7؟ كم يساوي يا ترى؟ سوف أقوم بإزالة كم؟ 7. كم يساوي يا ترى؟ أحسنتم، 5. رائع. إذن 12+7 يساوي 5. أحسنتم. والآن أيضا لدي عملية أخرى. لدي الآن هذا النموذج باللون البنفسجي وباللون الأحمر. اللون البنفسجي يمثل العدد 8، واللون الأحمر يمثل العدد 6. إذن 6+8 كم يساوي يا ترى؟ كم يساوي، من يخبرني؟ هيا بنا لنعد معا. لدي هنا 8. هيا بنستكمل. 8
تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. أحسنتم. إذن ستة زائد ثمانية يساوي أربعة عشر. إذ كان لدي أربعة عشر وقمت بإزالة ستة، كم يساوي أربعة عشر ناقص ستة؟ كم يساوي يا ترى؟ كم؟ أحسنتم، ثمانية، رائع. والآن أجد ناتج الطرح مستعينا بحقائق الجمع. لدي أيضا العملية أربعة زائد أربعة، النموذج الأول باللون الأزرق ويمثل العدد أربعة، والنموذج الآخر باللون الأصفر ويمثل العدد أربعة. إذن أربعة زائد أربعة كم يساوي؟ هيا بنا لنعد معا. هنا أربعة لنستكمل العد، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أحسنتم. إذن أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية، رائع. والآن لدي ثمانية، ثمانية ناقص أربعة كم يساوي يا ترى؟ هنا ثمانية ناقص أربعة كم يساوي يا ترى؟ كم المتبقي؟ أحسنتم، أربعة، رائع. والآن لدي عملية أخرى، تسعة زائد ثمانية، سوف أمثلها بالنماذج أيضا. النموذج الأول باللون البرتقالي ويمثل العدد تسعة، والنموذج الآخر باللون الأخضر ويمثل العدد ثمانية. تسعة زائد ثمانية كم يساوي يا ترى؟ هيا بنا لنعد معا. هنا تسعة نستكمل، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر. أحسنتم. إذن تسعة زائد ثمانية يساوي سبعة عشر. أحسنتم. إذ كان لدي هنا سبعة عشر، سبعة عشر ناقص تسعة كم يساوي يا ترى؟ سوف نقوم بإزالة التسعة، كم المتبقي؟ كم يساوي؟ أحسنتم، ثمانية. سبعة عشر ناقص تسعة يساوي ثمانية. هيا بنا نتذكر حقائق جمع العدد إلى مثله وأجد الناتج بسرعة. سوف نقوم بحل الأربعة تدريبات في السبورة البيضاء، ولديكم دقيقتان للحل. هيا بنا نبدأ.
واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. جميل، أحسنتم، إجابات رائعة. هيا بنا لنتأكد من الإجابات من خلال السبورة. لدي هنا 8+4، كم يساوي؟ أحسنتم، 12. ولدي هنا 12-8، كم يساوي؟ أحسنتم، 4. رائع. وهنا لدي 9+6، كم يساوي؟ أحسنتم، 15. 15-6، كم يساوي؟ جميل، أحسنتم، 9. رائع. والآن أيضا لديكم دقيقتان، سوف نقوم بحل الأربعة تدريبات في السبورة البيضاء. هيا بنا. واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. أحسنتم، إجابات جميلة. هيا بنا لنتأكد من الإجابات على السبورة. لدي هنا الحقيقة 7+7، كم يساوي؟ نعم، أحسنت، 14. رائع. ولدي هنا 14-7، كم يساوي؟ أحسنت، 7. جميل. وهنا لدي 8+3، كم يساوي؟ أحسنت، 11. لدي هنا 11-8، كم يساوي؟ أحسنتم، 3. رائع. والآن نتذكر حقائق جمع العدد إلى مثله وأجد الناتج بسرعة. لديكم دقيقتان للبدء بحل أربعة التدريبات في السبورة البيضاء. هيا بنا.
واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. إجابات جميلة، أحسنتم. هيا بنا لنتأكد من الإجابات من خلال السبورة. لدي هنا 4 + 6، كم يساوي؟ أحسنتم، 10. لدي هنا 10 - 4، كم يساوي؟ أحسنتم، 6. رائع. وهنا لدي 9 + 7، كم يساوي؟ أحسنتم، 16. ولدي هنا 16 - 7، كم يساوي؟ أحسنتم، 9. رائع. والآن أيضا لديكم دقيقتان، سوف نقوم بحل هذه التدريبات في السبورة البيضاء. هيا بنا. واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. رائع، إجابات جميلة، أحسنتم. هيا بنا لنتأكد من الإجابات على السبورة. لدي هنا 8 + 7، كم يساوي؟ أحسنتم، 15. وهنا لدي 15 - 7، كم يساوي؟ 8. أحسنتم. ولدي هنا 9 + 3، كم يساوي؟ جميل، 12. أحسنتم. ولدي هنا 12 - 9، كم يساوي؟ 3. رائع، أحسنتم. والآن حان وقت التدريب، سوف أختار الإجابة الصحيحة. لدي 3 + 9 يساوي 12. إذن 12 - 9 كم يساوي؟ هل يساوي 9 أم 12 أم 3؟ لديكم دقيقة واحدة للإجابة في السبورة.
واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. أحسنتم، إجابة جميلة. هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السبورة. إذا 12 ناقص 9 يساوي، يساوي كم؟ 3. أحسنتم. ولدي هنا 16 ناقص 5، كم يساوي يا ترى؟ هل يساوي 11 أم 9 أم 21؟ لديكم دقيقتان للإجابة على السؤال في السبورة. واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. أحسنتم، إجابة جميلة. هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السبورة. 16 ناقص 5 يساوي كم؟ يساوي 11. أحسنتم. والآن حان وقت المزيد من التدريب. أريد منكم الرجوع إلى كتاب الطالب صفحة 63 وكتاب التمارين صفحة 25. وانتهى درسنا لهذا اليوم، وانتظرونا في دروس أخرى. إلى اللقاء.